مشاهدينا أهلا بكم في حلقة جديدة من هنا ليبيا وفيها. أعمال الصيانة بجامعة البيضاء لاستقبال الطلبة الجدد. فساد الإهمال يطال مدرسة بشير السعداوي. شريحة ذوي الإعاقة في طبرق تطالب بحقوقها المسلوبة. تجري بجامعة عمر المختار بالبيضاء الامتحانات النهائية لعدد من الكليات، وذلك قبيل التجهيز لاستقبال الوافدين الجدد من الثانويات العامة للموسم الدراسي الجديد. يأتي ذلك وفق الخطة الدراسية التي عملت عليها الجامعة نحو توحيد انطلاق العام الدراسي لكافة الكليات والأقسام. وفي ذات السياق تستكمل الجامعة صيانة كافة المرافق والكليات من بينها بيت سكن الطالبات الجامعي. وللحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا الناطق الإعلامي لجامعة عمر المختار طارق. سيد طارق ما هي الإجراءات التي اتخذتها الجامعة في سبيل توحيد انطلاق العام الدراسي الجديد بكافة الكليات؟ نعم، مساء الخير عليكم، تحياتي لكم جميعا وإلى مشاهدي قناة الوسط. طبعا بطبيعة الحال نحن الآن على مشارف استقبال نتيجة الشهادة الثانوية، وبالتالي متى ما تم الإعلان عن النتيجة الثانوية تبدأ الجامعات في إعداد خطط وبرامج لاستقبال الطلبة من المرحلة الثانوية إلى المرحلة الجامعية. الآن الاستعدادات يعني تزرع على قدم وساق بالدرجة الأولى إلى توحيد العام الدراسي، يعني بما معنى جامعة عمر المختار بها ما يقارب 16 كلية وهو عدد ضخم جدا. لابد من إيجاد آلية واضحة لتوحيد الانطلاق ما بين كليات ذات التخصص الإنساني وذات التخصص العلوم التطبيقية. طبعا جامعة عمر المختار هي جامعة من الجامعات الكبرى في ليبيا، وكان امتدادها من منطقة المرج إلى مساعد شرقا، وبالتالي هذه الرقعة الجغرافية الكبيرة جعلت من هذه الجامعة منصة علمية وصرح ضخم في ليبيا وفي المنطقة. أيضا كونها يعني موجودة في مدينة البيضاء، مدينة البيضاء طبعا من المدن ذات الطبيعة المناخية الخاصة جدا، وبالتالي أصبحت هذه الجامعة وجهة لكثير من الطلاب في ربوع أنحاء الوطن الحبيب. الآن العدد الفعلي للطلبة الدارسين بالجامعة ما يقارب 12,000 طالب من الدارسين، وبتعداد أعضاء هيئة التدريس ما يقارب 3,000 عضو هيئة التدريس و500 معيد وكادر ضخم جدا من الموظفين مقسمين على الكليات والمجمعات الإدارية. الجامعة الآن بعد الاستقلال أو بالأحرى بعد يعني انفصال جامعتي درنا وطبرق أصبحت جامعة درنا مستقلة وجامعة طبرق مستقلة. في السابق كانت تابعة لجامعة عمر المختار، أصبحت الجامعة محصورة في مناخ يعني في منطقة اللي هي منطقة الجبل الأخضر. بالرغم من انحصارها في منطقة الجبل الأخضر لم تكن المسؤولية يعني محدودة، بل زادت من صعوباتها نتيجة الوضع اللي شهدته الدولة الليبية من أوضاع أمنية صعبة إلى مشاكل النزوح. الحروب السابقة أدت إلى يعني هجرة كبيرة جدا من المناطق ليبيا لمدينة البيضاء تحديدا كونها مدينة آمنة ومستقرة، الأمر الذي زاد من الضغط على الكادر أو على طبيعة الجامعة والبنية التحتية. بالرغم من هذا كله أن جامعة عمر المختار يعني لم يعني بالرغم من القوانين واللوائح التي ربما تحد من مسألة أن كل جامعة لها حدود، إلا أن جامعة استقبلت جميع الطلاب من كافة المدن وقامت بتسكينهم في حتى في السكن الطلابي. بالمناسبة على ذكر سكن الطالبات، جامعة عمر المختار هي الوحيدة الآن الجامعة الوحيدة الآن في ليبيا اللي مفعل فيها سكن الطالبات. هذا يرجع أولا بفضل الله وحمده إلى الوضع الأمني في المدينة، وأيضا بفضل أيضا حتى الإدارة الرشيدة كون نعم. أن جامعة طيب أستاذ طارق، بالحديث يعني عن التجهيزات، ماذا عن المشاريع المتعثرة بالجامعة والمتوقفة من 2011 مثلا كالمكتبة العامة، هذا غير المجمع الإداري أيضا؟
نعم، طبعا من المشاكل التي واجهت جامعة عمر المختار بعد 2011، بالرغم من يعني بالإضافة إلى ما سلفت ذكر، اللي هو مشكلة التوسع الهيكل التنظيمي في البنية التحتية، ومسألة المقرات التي تم التعطيل فيها، وأيضا مشاكل الانفصال، أدت كلها إلى تراكم المشاكل والأزمات. بعد 2011 جامعة عمر المختار هي مؤسسة كبيرة، مؤسسة متشعبة، عانت ما عانت وواجهتها كثير من الصعوبات، ربما أبرزها اللي هو الجانب اللي متعلق بمغادرة الشركات بعد 2011 نتيجة سوء الوضع الأمني. طبعا نعم. نحن الآن يعني الشركة التركية اللي تقوم بتحوير عدد من المباني في مجمع شهداء الجبل، أو ما يعرف في مدينة البيضاء بالجامعة الجديدة، اللي هو في عدد من القاعات الدراسية، أيضا المكتبة المركزية وكلية التربية، ربما هذه أبرز المقرات الإدارية الآن المتوقفة فيها الصيانة من 2011. الآن بفضل الإدارة الحالية جامعة عمر المختار، يعني نتيجة أن الإدارة الحالية، هي في السابق كان السيد رئيس الجامعة السيد الدكتور سالم بالحسية، سابقا كان رئيس لجامعة عمر المختار قبل الثورة وقبل 2011، وبعد 2011 شخصية تولت مناصب ربما أبرزها وزير التعليم في الحكومة السابقة، والآن هو رئيس الجامعة. هو مطلع اطلاع تام بمجرد استلامه لمسؤولياته، بالإضافة للسيد الكاتب العام ولو السيد وكيل الشؤون العلمية ومدراء الإدارات وعمدة الكليات، تم مخاطبة الشركة التركية والبدء فعليا في آليات وترتيبات الإجراءات، سواء كان المالية العالقة أو ترتيبات الإجراءات بالعودة. الآن يعني نحن على مشارف عودة الشركة واستئناف العمل اللي متوقف له 10 سنوات. طبعا المسألة ليست بالسهولة، ليست بالسهولة بمكان، نتيجة لأن الشركة التركية لها ارتباطات بأجهزة أو بمؤسسات في الدولة الليبية، على صعيد ذكر شركات المقاولات أو شركات الإسكان أو شركات المرافق، لا يوجد اتصال مباشر بين الجامعة وبين الشركة، ولكن ولله الحمد يعني بفضل الجهود الآن وصلنا إلى مراحل متقدمة جدا، ونحن في طور إن شاء الله استئناف العمل بالمرافق التعليمية قريبا قريبا جدا. على ذكر المرافق، يعني نحن نعي تماما أن المكتبة المركزية ربما من أبرز ما يميز هوية الجامعة، نتيجة لوجودها في المعلم التاريخي المشهود له اللي وجدت عليه الجامعة، جامعة عمر المختار. سابقا كانت الجامعة الإسلامية، الآن هي جامعة عمر المختار. المكتبة المركزية تعتبر هوية للجامعات في ليبيا، وليست فقط جامعة عمر المختار، والآن نولي اهتمام كبير جدا إلى أن تكون هذه المؤسسة على مصاف المؤسسات محليا قبل كل شيء، ومن نعم ثم إلى الارتقاء أستاذ طارق، العالمي. أيضا يعني بالحديث يعني عن التجهيزات أيضا والمكتبة الموجودة في الجامعة وافتتاح عدد من الكليات الحديثة كطب الفم والأسنان وقبلها كلية التمريض، هذه الكليات محتاجة كلها لمعامل وعدد من الدراسات التطبيقية، كيف هو استعداد الجامعة لذلك وباختصار لو سمحت؟ نعم، طبعا جامعة عمر المختار أسلفت ذكر أن فيها 16 كلية، حتى أجيز عليك أن احنا بطبيعة المناخ نحن نولي اهتمام بكافة الكليات، ولكن هناك كلية الزراعة، كلية البيطرة، وكلية الموارد الطبيعية، لها يعني نحن مركزين عليها بجانب كبير جدا، ولكن لا نغفل الدور على كلية الطب وجراحة الفم والأسنان لما لها من أهمية كبيرة. بالرغم من هذا كله، إلا أن جامعة عمر المختار تميزت بهذه الكلية اللي أنشئت حديثا، بمشهودات تذكر فتشكر للسيد عميدها ولمدراء إداراتها ورؤساء أقسامها ولوكلائها. الآن الجامعة في وقت سابق تعاقدت نعم مع قطاع الصحة في بلدية البيضاء، وتم توفير عيادة مجمعة خاصة بالطب وجراحة الفم والأسنان. كل هذا لأن الطب إلى إنشاء مجمع، يعني ربما منها وصلنا إلى إجراءات حقيقة مترقبة خاص بكلية الطب وجراحة الفم والأسنان. وأيضا بالنسبة بل للكليات الطبية الأخرى، الآن وصلت كثير من التجهيزات الخاصة بالمعامل للكليات الطبية، والآن لدينا عدد من المعامل الأخرى الموجودة في المخازن وبصدد توزيعها مع بداية العام الدراسي الجديد بعون الله. نعم، نعم الناطق الإعلامي لجامعة عمر المختار طارق محمود كنت معنا، شكرا لك. استضافت كلية القانون بجامعة عمر المختار اجتماعا تقابليا ضم عددا من الأكاديميين والقانونيين وشخصيات حزبية وأعضاء عن مجلس النواب، وذلك بحضور رئيس المجلس الوطني لتخطيط ورئيس الجامعة ورئيس المجلس الوطني الأسبق مصطفى عبد الجليل، حيث ناقش المجتمعون قانون مشروع الانتخابات الذي أعده المجلس الوطني للتخطيط بمشاركة عدد من الأساتذة والأكاديميين بكليات القانون. الانتخابات
الأنفاس والجسم. نحن في هذه اللحظة. بسم الله الرحمن الرحيم. الدكتور عزدين أبو بكر علي خريش، عميد كلية القانون جامعة عمر المختار، تستضيف كلية القانون جامعة عمر المختار في هذا اليوم اللجنة المشكلة من قبل المجلس الوطني للتخطيط لدراسة وتنقيح القوانين الانتخابية السابقة. فقد صدر قرار من السيد رئيس المجلس الوطني للتخطيط بتشكيل هذه اللجنة بناء على مشورة أو مشورات أو مشاورات مع السيد رئيس المجلس النواب. ضمت هذه اللجنة كوكبة من القانونيين المتميزين، مستشارين من المحكمة العليا، أيضا أساتذة القانون العام في كليات القانون بالجامعات الليبية. اشتغلت هذه اللجنة على ما يزيد عن 4 أشهر كاملة، خلصت من إعداد مشروع ضم القوانين السابقة في مشروع قانون واحد سمي بقانون الانتخابات والاستفتاء. الفكرة الحقيقة كانت في اجتماع أول ضم مجموعة من الخبراء والمختصين بالسيد رئيس مجلس النواب، تمت مناقشة بعض المشاكل التي احترت قوانين الانتخابية، ومن ثم عقدت ورشة عمل في يناير 2022 في مجلس التخطيط الوطني طرابلس، ضمت حوالي 15-20 شخصية من مختلف الجامعات الليبية والخبراء والمختصين، ناقشت هذين القانونين واصدرت بعض التوصيات. عرضت هذه التوصيات على السيد المستشار رئيس مجلس النواب الذي وجه بضرورة أن تشكل لجنة من أجل دراسة هذه القوانين ومعرفة الثغرات وأوجه القصور فيها. شكلت هذه اللجنة بموجب قرارنا 8/22 لهذا العام، متكون من حوالي 15-16 أستاذ جامعي وخبير قانوني وغيره من المختصين، وتناول هذا الموضوع باستفاضة، وتم ضم هذه القوانين الثلاثة اللي هي قوانين انتخاب الرئيس وقانون انتخاب مجلس النواب وقانون الاستفتاء في مشروع قانون واحد سمي قانون الانتخابات والاستفتاء. السلام عليكم. السلام عليكم. حديث اليوم بشرف حضور ندوة حول مشروع قانون الانتخاب. حقيقة اللجنة المكلفة من قبل مجلس التخطيط العام هي لجنة مهنية صرفة ترأسها الدكتور الكوي عبودة من أفضل رجال القانون في ليبيا. الصيغة العامة للقانون كانت ممتازة وتضمنت كل القوانين في قانون واحد، لأن القواعد العامة هي قواعد واحدة، ربما هناك خصوصيات في مواد لا تتعدى 7-8 مواد عن كل انتخاب. حقيقة يعني ما عرض اليوم كان مثالي، نأمل أن يحظى بموافقة مجلس النواب، ونأمل أن يحظى الشعب الليبي بفرصة إعطاء رأيه في من يحكمه، سواء كان على مستوى رئيس الدولة أو على مستوى البرلمان. حلقتنا مستمرة ولكن بعد الفاصل.
تشهد جامعة طرابلس خلال هذه الفترة صيانة لأغلب الكليات داخل الحرم الجامعي، والتي استهدفت كافة القاعات والمدرجات ودورات المياه التي كانت لا تصلح للاستعمال منذ سنوات طويلة. هذا الأمر سبب إزعاجا كبيرا من قبل الطالب لعدم قدرته على الدراسة خلال الفترة الماضية. تشهد جامعة طرابلس خلال هذه الفترة صيانة لأغلب الكليات داخل الحرم الجامعي، والتي استهدفت كافة القاعات والمدرجات ودورات المياه والمعامل التي كانت لا تصلح للاستعمال منذ سنوات طويلة. هذا الأمر الذي سبب انزعاجا كبيرا من قبل الطلبة لعدم قدرتهم على الدراسة خلال السنوات الماضية. العام الجامعي 21-22 كان عام أول ما استلمنا إحنا كرئاسة الجامعة باسم رئاسة الجامعة، يعني كانت الأعمال كلها متجهة للصيانة لأن البنية التحتية متاع الجامعة غير جيدة وغير ملائمة للعملية التعليمية، فركزنا تركيز جيد على الصيانة وكانت عدة صيانات في عدة كليات. هذه الصيانة بدأت منذ حوالي سنة تقريبا بعد أن تم تكليف إدارة جديدة للجامعة، وبدورها قامت بأول خطوة وهي صيانة كافة مرافق الجامعة لتحسين من المظهر الرئيسي لها وتقديم كافة الخدمات التي يحتاجها الطالب خلال فترة الدراسة بالجامعة. حاليا الصيانة نشاهد فيها في كل يعني في الكلية، في كل مرة يعني تستهدف كلية الصيانة هذه، فلها صراحة تأثير كبير على الطالب وفي نفسيته أيضا، فممكن حتى في أوقات يعني بعد انتهاء المحاضرات في تول حاليا نشاهد أنه وفروا أماكن مضللة يقدر يستريح فيها الطالب، طلبة شيء هذا يفرحهم، ويعني شيء هذا حتى ممكن في دراستهم واحدة عوامل تساعدهم أن يعني توضح فكرة الدراسة لهم، بحكم زي ما قلنا القاعات في فصل الشتاء الأغلبية يعني تلقاها نوع من يعني مظلمة القاعات، فصراحة هو يعني موفرين إضاءات، موفرين هلبة أشياء صراحة تريح الطالب. هذه الخطوة والتي لاقت استحسان ورضاء الطلبة بعد معاناتهم خلال السنوات الماضية لعدم وجود مدرجات وفصول صالحة للدراسة، وأيضا عدم وجود معامل ومختبرات التي تحتاجها بعض التخصصات من الناحية العلمية. عز الدين أبو العوينات، WTV طرابلس. تعاني مدرسة بشير السعداوي الواقعة في نطاق بلدية تاجورة من الإهمال وعدم التفات الحكومة لها، حيث تنعدم فيها كل السبل والوسائل التعليمية، نقص حاد في الفصول الدراسية، فصول من الصفيح غير ملائمة للدراسة، فهي تعاني الأمرين وتنتظر من يلتفت لها لتنال نصيبها من الاهتمام ولو بالقليل حتى تصبح أسوة بباقي المدارس الأخرى. بالنسبة للمدرسة نتعاني من نقص في الفصول، واضحة بالنسبة لنا احنا اغلب الفصول تلالات تو موجودة كلها، هي فصول متنقلة كلها تو، والمدرسة تسع حوالي قريب 1320 طالب وطالبة تو، الفترتين فترة الصباحية وفترة المسائية، الفصل يوصل ل 45-47 طالب وطالبة داخل الفصل. هذه بالنسبة للبرامج هدايا اللي بنحكي لك عليها. بالنسبة للتلالات طبعا نعانوا من سواء في فصل الصيف او في فصل الشتاء، او في فصل الشتاء كان في الصيف الحر نتيجة الحر ولا تكييف ولا شيء بالنسبة للطلبة، وفي التلال حتي نفسها هي الفصل المتنقل يصح حوالي قريب 35-40 طالب وطالب نحطوا فيه في التريلا اللي هي 6 متر في 2 متر ونص، هذه بالنسبه للتريلا. والمدرسه طبعا تعاني من نقص، لا حجره مدرسات مش موجوده، لا عندنا معمل حاسوب، لا عندنا حجره للغفير،
وزي ما قلت لك يعني المعاناة كلها احنا من أجل الطالب اللي هي نعاني من نقص الفصول، نقص شاد حاد جدا بالنسبة لنا احنا. نعاني طبعا المدرسة احنا ولو في إمكانية واستطاعة لإنشاء دور ثاني من المدرسة حنستريح بصراحة. المدرسة موجودة بقواعدها وأمورها تمام، نبوا إنشاء دور ثاني للمدرسة على الأقل نحصلوا 10 فصول ثانيات للمدرسة. التلالات هذه حوالي لها سبع سنين تو نخدموا بهم التلالات هذا ماي موجودات. في السنة الماضية جابوا لي حصلت زوز جدد والباقيات كلهم مستعملات استعارة الحق بصراحة، والإيجار كله علينا احنا وعلى أولياء الأمور، كلها العاصف وكل اللي واقع عليه واقع عليه أولياء الأمور الحق بصراحة، وبارك الله فيهم. بالنسبة للأمور والله ما مقصرين معانا، شهادة بالله مش مقصرين معانا. بالنسبة لل اي حاجه للمدرسه مش مقصرين معانا، لكن بيجي نقول لو اني امرت على بدي لي دور ثاني فوق ب 500,000 او 600,000 هذايا مستحيل الكلام هذايا. بالنسبه للعدد والكميه هنايا بالنسبه لمنطقه جدادعه هنايا واللي فيها واضحه فيها مدرسه بشير السعداوي، قصدي بالنسبه للسكان عدد ما شاء الله ولد، ما نحكيلكش عليه هذا، نحكيك عليه الكلام هذايا. احنا يا ريت وزاره التعليم تنظر لنا للشيء هذايا. أقيمت ندوة بين الشراكة المجتمعية ووزارة الداخلية في مدينة بنغازي عن أهمية الشرطة المجتمعية ودورها الفعال في البلاد، بحيث يتم التعريف بين دور المواطن ودور الشرطي في هذا العمل الأمني والمجتمعي في البلاد، حيث نوقشت عدة أمور منها تفشي الجريمة ودور المواطن في التبليغ عليها والحد من هذه الظواهر السلبية في الشارع. طبعا توجيهات وزارة الداخلية واستراتيجيتها هي عديدة، من ضمنها طبعا خلق شراكة اجتماعية ما بين المواطن ورجل الأمن. فلنا كفرع للتدريب تبنينا فكرة وحاولنا نطلقه بحيث ان احنا تكون عندنا شريك يقدر يعاوننا، فاكتشفنا ان الشراكة الاجتماعية انت بخبرة في التعامل مع المواطن وغيرها. نحن علاقة المواطن بالشرطي يجب ان نحاول نزرع فيها الثقة من جديد، يعني الأمن للمواطن وبالمواطن، يعني الأمن بدون المواطن لا يمكن أن يتحقق. نحن الحق وزارة الداخلية بقيادة السيد الوكيل متجهة توجهات عديدة جدا، من ضمنها التوجه هذا، فمن ضمن التوجهات أن تكون مادة الشرطة المجتمعية تكون متواجدة في معاهد التدريب وفي كل الشرطة وفي معهد عالي الضباط، بحيث أن المتدرب ولا المجند عنده رؤية على موضوع الشرطة المجتمعية مش تعاون مع المواطن. نحن الأمن راه من أجل المواطن، لذلك المواطن يجب أن يساعدنا. فلان حولنا الفكرة هذه ودرنا دمج مع الشراكة الاجتماعية، واليوم نستلم الخطة إن شاء الله بخطة هي خطة تنفيذية، بدايتها بداية توعوية، بعدين نجو للجانب التنفيذي هو الانطلاق للشارع، بحيث يفهم المواطن أن راه أنت مهم في اكتشاف الجريمة ومهم في سرعة الانتقال للجريمة ومهم في البلاغ. يجب أن المواطن يعي أن البلاغ مهم لسرعة الانتقال للجريمة وسرعة محاصرة المجرم. فهذا هو الهدف الأساسي، أن نحاول بالمدة القريبة أسوة بالدول الشقيقة المجاورة اللي بادي فيها المشروع هذا من سنوات. نحن الشغل هذا نشتغل عليه من أول ما وجهنا الوكيل عليه التوجه، بدنا نشتغل بأشهر عديدة. اليوم صراحة كان توج باستلام الخطة اليوم، وإدارة التدريب في فرع المنطقة الشرقية تبي تنفذ المشروع مع الشراكة الاجتماعية، فهم يختصوا بالمواطن ونحن نختصوا بتوعية رجل الأمن في هالمجال. موجودين اليوم نحن في حفل إطلاق الخطة الاستراتيجية لمشروع الشرطة المجتمعية، المشروع اللي كان بتبني كامل من إدارة التدريب الخاصة بوزارة الداخلية، واللي تقدمت أو فتحت باب الاستعانة به بالشراكة المجتمعية بنغازي اللي لبت النداء بتاع مركز التدريب الخاص بوزارة الداخلية، واللي عمل جنبا إلى جنب إلى موضوع تطويع الاستراتيجية أو تحضير الاستراتيجية بشكل عام، وضع الإطار العام المنظم لها، أيضا المناقشة من خلال عدة لقاءات ومؤتمرات وورش عمل وتدريبات كان الهدف منها الخروج بخطة استراتيجية متكاملة يكون فيها المجتمع شريك وشريك أساسي في عملية تحقيق الأمن ووضع وتحقيق الاستقرار بشكل عام في المجتمع. واللي نحن قاعدين نشوفه فيه اليوم بإذن الله تعالى هي مجرد انطلاقة أو مجرد الإعلان للانطلاق على المشروع اللي بإذن الله حيباشر الانطلاق متاعه من شهر أول أكتوبر القادم بإذن الله تعالى.
نظمت شريحة ذوي الإعاقة في طبرق وقفة احتجاجية للمطالبة بحقوقهم التي تكفلها القوانين المحلية والاتفاقيات والمواثيق الدولية، كالإدماج في المجتمع وتكافؤ الفرص والوصول الشامل للأشخاص من ذوي الإعاقة إلى مؤسسات الدولة وتحسين الخدمات المقدمة من الجهات المعنية، مطالبين الجهات المسؤولة بضرورة إشراكهم في الحياة المجتمعية. متابعة. في الوقت الذي نأمل نحن شريحة ذوي الإعاقة ونسعى إلى الإدماج الكامل وإزالة كل العوائق والرقي بمستوى الخدمات وضمان المشاركة الفاعلة في الحياة العامة، نعاني وبكل أسف من منظومة من المعيقات والتحديات والانتهاكات لحقوقنا في شتى مناحي الحياة تحول دون مشاركتنا الفاعلة في المجتمع والتمتع بكافة الحقوق التي تكفلها القوانين المحلية والمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية. ويحزننا وضعنا كشريحة ذوي الإعاقة في ليبيا، ويؤلمنا الواقع المأساوي الذي نعيشه من غياب لأبسط مقومات الحياة، ناهيك عن الإدماج في المجتمع وأمكانية الوصول إلى مؤسسات الدولة، والمجال لا يسع لحصر كل المشاكل التي تواجهنا وما يعمق جراحنا ويزيد من آلامنا هو التجاهل التام لوجودنا كشريحة ومكون مهم من مكونات المجتمع الليبي. وهذا التجاهل ليس فقط من أصحاب القرار في بلدنا، على الرغم من عديد البيانات واللقاءات والاجتماعات التي نشدنا وطالبنا فيها بتلك الحقوق، بل إن هذا التجاهل طال حتى مفوضية الأمم المتحدة، والتي لم تدعونا لأي من الحوارات والمفاوضات الخاصة بحاضر ليبيا ومستقبلها. وإذ يساورنا القلق اتجاه ما نواجه من تهميش وإقصاء وحواجز تحترض مشاركتنا على قدم المساواة مع الآخرين، على الرغم من العهود والمواثيق والاتفاقيات التي سكت، فإننا نطالب بالآتي: 1- تطبيق القوانين والتشريعات والسياسات التي تضمن تقديم الخدمات إلى ذوي الإعاقة بشكل سلس ومستديم. نطالب بضرورة تكافؤ الفرص واحترام كرامة الأشخاص من ذوي الإعاقة، بما في ذلك حرية تقرير خياراتهم بأنفسهم. وبهذا نصل إلى نهاية حلقتنا. أمسية طيبة وإلى اللقاء.